محمد صلاح ودي بروين على رادار الدوري السعودي الموسم المقبل. بين الانسحاب والاقتراب، تضارب حول عودة نيمار لبرشلونة. وبعد غيابه عن قمة الهلال، هل يرحل عبد الرزاق حمد الله عن صفوف الاتحاد؟ هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة. أسعد بمتابعتكم. نبدأ أخبارنا من إنجلترا، حيث يتصدر الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي أخبار السوشيال ميديا، فما بين مصدق للخبر وآخر مكذب له. نشرت صحيفة ميرور بريطانية تقريرا اليوم أكدت فيه أن بعض أندية الدوري السعودي قد وضعت صلاح ودي بروين من ضمن أهدافهم في سوق الانتقالات، وتحديدا الموسم المقبل 2024. وإلى الخبر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، يتحدث عن قرب رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله عن صفوف الاتحاد السعودي. يأتي ذلك بعد استبعاد المدرب نونو سانتو للاعب أمام الهلال السعودي في ربع نهائي البطولة العربية، وخروجه عقب انتهاء المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا: استبعاد حمد الله هو شأن داخلي، وسنجتمع معه بشأن مستقبله. ولم يكتفي بذلك، بل ختم نونو المؤتمر قائلا: لن يبقى في الاتحاد إلا من يريد البقاء. حتى اللحظة لا توجد أي أخبار رسمية بخصوص ما يحدث داخل أروقة النادي السعودي، إلا أن الأكيد هنا أن حمد الله مرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى عام 2025. ننتقل الآن إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا، وازدياد حدة تضارب الأنباء حول عودته المحتملة لصفوف برشلونة الإسباني خلال الصيف الحالي. صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أكدت صعوبة انتقال مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى النادي الكتالوني بعدما فشل الناديان في التوصل إلى اتفاق في الساعات القليلة الماضية، بل وأشارت إلى استبعاد مسؤولي النادي انضمام نيمار إلى الفريق هذا الموسم. على الجانب الآخر، أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن نيمار بات قريباً للغاية من العودة لناديه السابق، وهو يخالف التقارير القادمة من كتالونيا. وأكدت أن إدارة برشلونة بصدد التوصل لاتفاق مع سان جيرمان على ضم نيمار مقابل 120 مليون جنيه استرليني. نختم مع مسلسل كيليان امبابي مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي واستمرار حرمانه من المشاركة مع تدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق الأسبوع المقبل. صحيفة لوباريزيان أكدت اليوم على أن إدارة النادي ما زالت متمسكة بقرار معاقبة امبابي حتى بعد عودة الفريق إلى فرنسا، وأشارت إلى خوض اللاعب تدريباته مع اللاعبين المستبعدين والذين يريدون بيعهم، وهو الذي ارتبط بالرحيل عن صفوف الفريق الباريسي والانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني.